بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سنة من أعظم السنن غفل الله عفى عنها كثير من الناس ولا يعلمها القاسم الأعظم من الناس. أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فضل ليلة القدر كل ليلة. تستطيع أن تحصل ثواب قيام 4 ركعات في ليلة القدر في كل ليلة، ثواب عظيم جدا لا يعلم هذه السنة لا يعلمه كثير من الناس. لهذا يعني هذه السنة سنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فضل ليلة القدر في كل ليلة، فلذلك سن لنا هذه السنة العظيمة. تستطيع أن تحصل فضل قيام ليلة القدر في كل ليلة. الأحاديث كلها صحيحة مرفوعة عن الصحابة رضي الله عنهم بمتون مختلفة وأسانيد مختلفة، كلها صحيحة ولكن مع خلاف المتون. فسأقول لحضراتكم الأحاديث هذه الأحاديث كلها وكيف تقام هذه السنة العظيمة لكي نحصل ثواب قيام ليلة القدر في كل ليلة. جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من صلى 4 ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كنا بعدلهن من ليلة القدر. وجاء أيضا: من صلى 4 ركعات بعد العشاء كنا بمثلهن من ليلة القدر. وقال أيضا: من صلى 4 ركعات، كل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يتكلم بينهن كنا بعدلهن من ليلة القدر. وفي رواية أخرى: من صلى 4 ركعات بعد العشاء يعلم ما يقترئ فيهن وأطال في ركوعهن وسجودهن كنا بمثلهن من ليلة القدر. وفي رواية أخرى: من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يتكلم لم يقطعهن بتسليم، يعني الرواية دي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كنا بعدلهن من ليلة القدر. عايزين بقى نشرح الحديث دي ونقول هنعمل ايه بالظبط عشان تصلي ال4 ركعات دول ازاي عشان تحصل ثواب ليلة القدر، كأنك صليت ال4 ركعات دول في ليلة القدر او في ليلة 27 التي نحسبها او نرجو ان تكون هي ليلة القدر، او هي ارجى الايام الليالي في شهر رمضان تكون ليلة القدر. أول شيء هذه ال4 ركعات تصلى بعد صلاة العشاء، يعني يستحسن إن أنت ما تأخرهاش لآخر الليل، تصلى بعد العشاء على طول، لأن كل الأحاديث جاءت بهذا. لأن في رواية قبل أن يخرج من المسجد. في رواية قبل أن يخرج من المسجد، والحديث صحيح. طيب. يبقى طب أنا هعمل إيه بالظبط؟ هصلي بعد ما أصلي العشاء أقعد شوية أذكر الله سبحانه وتعالى لمدة معينة، دقيقتين ثلاثة، لأنه لا يجوز وصل السنة بالفرض. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهذا من أفعال أهل الكتاب. كان كثير من الناس يصلي يختم في صلاة العشاء ويروح قايم على طول جاب السنة يصلي سنة، هذا ليس من السنة. تقعد تختم الصلاة، تستغفر ما شاء لك أن تستغفر، وتسبح 33، تكبر، تحتحم 33، تكبر 33، وتقرأ آية الكرسي، وبعدين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يعني على 3 4 دقايق كده. دي أول حاجة. تاني حاجة، حاول ما تتكلمش مع حد خالص إن استطعت، إلا إذا واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله فوجب عليك الرد. واحد استشارك في مسألة، لو واحد مثلا عنده فقه واستشاره في واحد استشير في مسألة فقهية، من الواجب أن يرد، لأن يعني كثير من الناس لا تعلم هذه السنة. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال: من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يتكلم بينهن، بمعنى أنه لم يتكلم بين العشاء وبين هذه ال4 ركعات كنا بعد لنا ليلة القدر. ده في احد الروايات، بس كل في الروايات. لكن اذا اضطررت للكلام اتكلم، لا اتكلم الا بخير، وهسلم عليه ارد السلام. سعيد بن مسير رضي الله عنه، واحد من كبار التابعين، راوي الحديث يقول: كلمته فلم يراجعني بعد صلاه العشاء حتى صلى هذه ال4 ركعات. شوفوا وريك التابعين كانوا قد ايه يحرصوا على اداء السنن، ما رضاش يرد على الراجل لغايه ما صلى 4 ركعات عشان ياخد ثواب كامل. لكن يعني لو اضطريت للكلام ماشي، يعني بس لا تتكلم الا بغير، لا تتكلم في مزاح او لغو، او رد السلام واجب، الكلام في مساله شرعيه واجب. فهذا يعني يعتبر نوع من انواع العباده، لكن يعني ان استطعت لا تتكلم يكون افضل. يبقى دي اول خطوه، هقعد شويه اذكر ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، احاول ما اتكلمش مع حد. الشيء الثالث، هقوم اصلي ال4 ركعات دول وانا مستحضر النيه، لان
النية استحضار النية ليه عامل معول كبير جدا جدا جدا. من عمل عملا يعني يحتسب اجره عند الله فهو حسبة له عند الله، حديث صحيح رواه سيدنا عمر بن الخطاب. اللي بيعمل عمل هو بيحتسب الاجر، يعني معنى ايه تحتسب الاجر؟ يعني تحدث نفسك وانت بتسجد تصلي هذه الاربع ركعات، انا بصلي الاربع ركعات دول عشان اخد ثواب ليله القدر، عشان اخد ثواب كاني صليت الاربع ركعات دول في ليله القدر. هذا هذه النيه هامه جدا جدا جدا. النيه دي لوحدها عليها معول كبير. عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ اعمالهم بلا نيه اعمالهم بهيميه. فالنيه مهمه جدا. انا بصلي الاربع ركعات عشان اخد اجر ليله القدر. تحدث نفسك بهذا وانت ذاهب الى الصلاه، حديث نفسي فقط قلبي، لا يعني لا ما تقوم ما تنطقش باللسان. بعدين تخش تصلي الاربع ركعات دول تصليهم بعد ما بعد ما استحضرت النيه، تصلي الاربع ركعات دول قطعه واحده. يعني ايه قطعه واحده؟ لان سيدنا عبد الله بن مسعود قال من صلى اربع ركعات بعد العشاء لم يقطعهن بتسليم كنا بعدلهن من ليله القدر. يبقى تصليهم كلهم حته واحده، كانك تصلي عصر او كانك تصلي عشاء. الحاجه الخامسه اطول في الصلاه شويه واتدبر الايات، بمعنى ان انا لو في العادي بصلي الاربع ركعات دول في ثلاث دقائق اخليها خمس دقائق، يخلي في فرق بين الاربع ركعات دول لان دول خاصين بليله القدر. هذه السنه مستقله بذاتها، ليست كاي سنه، تختلف عن الشفع والوتر وتختلف عن صلاه التهجد في الثلث الاخير من الليل. الاربع ركعات دول بيتصلوا قطعه واحده حته واحده زي صلاه العصر او العشاء، ما بتقطعهمش بالتسليم، بمعنى ان انت بتجيب التشهد الاوسط وتروح قايم مكمل. تجيب التشهد الاوسط بتروح قايم جايب الركعتين التانيين. تبقى كده انت طبقت السنه من الجود. بعدين تطول الصلاه شويه، تعلم ما تقترئ في الركعتين الاول من الفاتحه والسوره الصغيره. تطول في الركوع شويه، في الركوع والسجود شويه، اكتر من الصلاه العاديه. تبقى انت كده طبقت كل الشروط. في شرط اهم انا نسيت اقوله، يعني اول شرط انك كده تصلي العشاء في المسجد. ما ينفعش تصلي العشاء في البيت وتضيع صلاه الجماعه وبعدين تقول انا عايز اخد اجر ليله القدر. مستحيل. الحديث بيقول من صلى اربع ركعات قبل ان يخرج من المسجد بعد العشاء قبل ما يخرج، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ او كان الصحابه بيقول لك ايه؟ لازم تصلي العشاء في الجامع، لان صلاه العشاء في الجامع بقيام نصف ليله. قيام نصف ليله. فمش ممكن واحد بيفرط في قيام نصف ليله هياخد اجر ليله القدر. او قيام اربع ركعات في ليله القدر. طيب هنلخص تاني ما قلناه سريعا. الشروط اللي انا استطيع بيها ان احصل ثواب اربع ركعات في كل ليله في ليله القدر. ودي ثواب عظيم جدا. يعني باقل تقدير كانك بتاخد نص ليله القدر. لان صلاه التراويح 8 ركعات. انت صليت اربع ركعات كانك بتصليهم في ليله القدر، هديه من الله سبحانه وتعالى، هديه عظيمه جدا. والذي يضيع هذه السنه بعد ان يعلمها محروم من الثواب العظيم. لان دي هديه من رب العالمين يعطيها لنا سبحانه وتعالى، يضاعف لنا الثواب وضعف الأجر لان اعمارنا قصيره. فرد سبحانه وتعالى الا يحرمنا من ثواب ليله القدر في كل ليله. يبقى انا هصلي اول حاجه العشاء في المسجد. دي اول حاجه. ثاني حاجه اقعد شويه اذكر ربنا سبحانه وتعالى واحاول ما اتكلمش مع حد قدر المستطاع. الحاجه الثالثه اقوم عشان اصلي الاربع ركعات دول وانا مستحضر النيه. بمعنى ان انا بحدث نفسي حديثا انا مشتاق لهذا الثواب، انا بعمل الاربع ركعات دول شغل ليله القدر. الحاجه الرابعه اصلي الاربع ركعات دول احاول اطول فيهم شويه اكتر من الصلوات العاديه. الحاجة الخامسة أكون مستحضر متدبر القراءة، يعني عارف أنا بقرأ إيه. حاول تخشع في الأربع ركعات دول أكتر، في الأربع ركعات دول أكثر من أي صلاة تانية. وتطور في الركوع والسجود شوية. الخطوة اللي بعد كده تصليهم كلهم قطعة واحدة. بمعنى الأربع ركعات ما تقطعهمش بتسليم. جاء عن السيد عبد الله بن مسعود قال لم يقطعهن بتسليم. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا بتسليمة واحدة. يعني بتسليمة واحدة يعني إيه؟ يعني تسليمتين الأخرى اللي هم في آخر التشهد. هو سماها تسليمه واحده لان التسليمتين بيتعاملوا مع بعض فيبقى كانها تسليم. يبقى مش هجيب التشهد، مش هصلي ركعتين، لا ده هصلي الاربع ركعات حته واحده. هي دي الشروط هذه الصلاه. تصلي العشاء في المسجد، تقعد تذكر الله سبحانه وتعالى، لا تتكلم مع احد، تقوم مستحضر النيه، بعدين تصلي الاربع ركعات دول قطعه واحده، وتتم الركوع والسجود، تطول شويه في الركوع والسجود وفي القراءه، وتعلم ما تقول. وتصليهم كلهم قطعة واحدة.
بهذا تحصل اجر قيام ليله القدر او قيام 4 ركعات في ليله القدر في كل ليله، هذا ثواب عظيم. طبعا دي سنه مهجوره، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من احيا سنه قد ماتت احيا الله قلبه لما تموت القلوب. ونشر هذا العلم فيه ثواب عظيم جدا، من علم علما فانه اجر من عمل به يوم القيامه لا ينقذ ذلك من اجورهم شيء. فنشر هذا الفيديو او نشر هذه السنه فيه ثواب عظيم، انك لو علمت واحد وعمل هذه السنه سيكون في ميزانك يوم القيامه، ستاخذ نفس الثواب الذي ياخذه بجوار فضلا عن الثواب الذي ستاخذه انت لصلاتك انت. فتجاره مع الله سبحانه وتعالى. فياريت ننشر هذا الفيديو ونعلم علما فانه اجر من عمل به يوم القيامه لا ينقذ ذلك من اجورهم شيء. اقول قولي هذا، استغفر الله.